حكومة أرض الصومال، نحن على علم بتحركات الإمارات في أرض الصومال التي تريد منينا بربرة من أجل إقامة قاعدة عسكرية تريد من خلال استخدامها في ضرب أراضي اليمن. فتعلم شعب وحكومة أرض الصومال أن هذا الحرب ليست حربكم، وأنتم أقوى لنا وعرضكم من عرضنا، فلا تسمحوا لهم بأن يزرعون بغينة بين شعبينا، فإن حدث ذلك كمان حقنا أن ندافع عن أنفسنا ضد أي أرض يتم من خلال الاعتداء علينا. فتعلم حكومة أرض الصومال أن صواريخنا سوف تطال مدنكم دون رحمة بما فيها العاصمة هرقيزة، وإن عدلتم عن ذلك فأنتم أقوى لنا، والتاريخ سيذكركم بأنكم وقفتم مع من له قضية عادلة كما أنتم أهل القضية. بعثنا لكم هذه الرسالة عبر أخ لنا وصديق، وهو في نفس الوقت منكم وفيكم. التاريخ يوم الأحد الموافق 24 من شهر ديسمبر 2017. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر للإسلام.